الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معانا يا جماعة راديو النهاردة اللي هو ده بيشتغل اف ام وام وكذا موج، يعني اف ام والام دبليو والاس دبليو اس، ما بيشتغلش ببطارية، قاطع خالص. هنفتحه كده ونشوفه. شكله كده يا جماعة مكسور او وقع، قصدي يعني كده. اول حاجه يا جماعه نشوفها، نشوف الباور، هل في باور ولا لا. هنقيس الاول ال 220 الفولت داخلين ولا لا. طيب طبعا اهو دي اسلاك الخارج بتاعت الايه، الترانس. الترانس كده خارج 1 2 3 2، زرق وواحده ارضي. نقيسهم بالاي سي، بالاي سي على التدرج على الافوميتر 20 فولت. فنقيس كده بسم الله، ادي الطرف الارض اهو يا جماعه، وادي الطرف مفيش خارج من الترانس. يبقى ده يا جماعه شكله ترانس، ما فيش، مش مديني اي حاجة. طيب نتأكد طبعا من دخول الفولتيات اهو كده. نشوف الاول الفيشة، لما يكون الفيشة بايظة على الـ200 اهو، لا 200 شغالين، 220، 200 هنا و19. نحط تاني الفيش، ممكن تكون الفيشة مهزوزة يا جماعة. نشوف كده كده، نقيس ونقيس تاني على الاي سي يا جماعة، نسيت وقست على الدي سي اهو كده. نقيس خارج الترانس مش مدي حاجة يا جماعة. طيب نقيس هنا، ده الطرف الأرضي اهو، مفيش حاجة خالص. ده يا جماعة للأسف عطل ترانس. طبعا احنا مش عارفين، هنا الفيش هنا متغطية الأسلاك بتاعتها، بس أنا هقيسهم بطريقة تانية. هقيسه عن طريق الفيشة بتاعته متوصلة طبعا بالترانس. فلو اداني أوم يبقى الترانس ده ملفاته الابتدائية سليمة. هنحط على وضع الأوم كده اهو، ده وضع البزر يا جماعة، ده عايز ترانس كده، فاصل باور، عايز ترانس. نجيب له ان شاء الله ترانسه ونركبه له ونشوف بعد كده. خلاص يا جماعة كده اتفقنا ان هو عايز ترانس جديد، ان شاء الله نجيب له الترانس. الترانس بتاعه بيشتغل على 3 فولت، يعني حجرين، والخارج بتاعه السلكتين دولك 0 3 3. نجيبه بالمواصفات دي وبنفس الحجم ونركبه ونشوفه مع بعض ان شاء الله. الصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. خلاص يا جماعه ده حددنا ان هو الترانس بتاعه محروق، فجبنا له ترانس. طبعا لازم اما نجيب ترانس نجيبه بنفس المواصفات. طبعا زي ما احنا شايفين كده الترانس القديم اهو، هنفكه اهو. اهو يا جماعه كده اهو، ده بيشتغل على حجرين تورش، يعني 3 فولت. بيشتغل على 3 فولت، الحجر قيمته 3 فولت. فطبعا هنجيب له ترانس زي الترانس بتاعه يخرج 3 فولت زي ما احنا شايفين كده اهو، زي ما اطرافه اهي، في اطرافين الكهرباء اللي هما الاتنين الحمر دولك اللي جايين من الكوردة دي، اللي جايين من كوردة الكهرباء اهو. طبعا احنا هنقص كده عشان هنوصل لهم الكهرباء.
ودولك يا جماعة ثلاث أطراف بتوعه، طرف أرضي اللي هو الأسود ده، ده طرف أرضي، وده 3 فولت وده 3 فولت، طبعا متوصلين باتنين ديود على الأطراف الزرق دولك عشان يديلي نص موجة مش موجة كاملة. فاحنا كده هنقطعهم اهو، يبقى احنا عندنا ثلاث أطراف اهو يا جماعة اهمك، نعري كده اهو، ده ثلاثة طرف. في نوع طبعا بيبقى اتنين طرف زيرو تلاتة على طول، بس ده دايرة التوحيد بتاعته نص موجة. نص موجة يعني ايه؟ يعني اتنين ديودين، ديودين او اتنين سيليكون متوصلين بدولك وفي اخرهم متواصلين ببعض، والطرف ده الطرف الارضي هيروحوا مدينا 3 فولت زي ما احنا شايفين كده اهو الاطراف اهي. طبعا ده الاصفر اللي هو الايه؟ الاصفر اللي هو ايه؟ الزيرو اللي هو الصفر. طبعا هنوصله كده بالطرف الاسود، والطرفين التانيين دولك اهو هنوصل ونعزل اهو يا جماعه، نعزله كده، لازم نعزل طبعا ما تخليش اسلاك اهو. تاني حاجه الطرف ده الاتنين السود التانيين هنوصلهم بالزرق، طبعا هنا واخدين شكل ازرق، وهنا في الترانس الجديد واخدين اسود، بس هم 3 0 3 في الاخر هيطلعونا الزيرو التلاتة او التلاتة فولت اللي احنا بنستخدمهم لتشغيل الراديو. طبعا نعزل برضو يا جماعة كده كده احنا على كده بنوصل، احنا بنوصل الاطراف اللي هي ايه؟ الخارج بتاع الترانس اللي هم التلاتة زيرو تلاتة. لسه ما وصلناش الكهرباء لسه يا جماعة اهو. طبعا اهو هنوصل دولك بقى اللي هو مدخل الكهرباء اللي هم الحمر دولك اللي هيدخلوا الكهرباء للترانس عشان يطلع لنا الزيرو التلاتة. طبعا ادي السلكتين بتوع المدخل الكهرباء هم برضه هنعريهم ونوصلهم بنفس الطريقة اهي يا جماعة كده. طبعا الترانس اللي انا جاي الترانس القديم ده صغير يعني 26 من الامبير، يعني ما كملش خمسة يعني حوالي ربع امبير، 26 من الامبير. طبعا انا جايبه اكتر اهو عشان يستحمل ويعيش، لان الجماعة الصينيين بيعملوا للأسف الحاجة على القد بالظبط، يعني لو هو الجهاز بيشتغل على نص امبير مثلا يخلوه نص امبير بالظبط، طب زودوه شوية عشان يستحمل اي ظرف او حاجة مثلا يحصل ان هو يزيد السحب يعني فيها لأي سبب من الأسباب، او عشان كمان الترانس يستحمل، لا بالظبط. فطبعا ده غلط، يعني من ناحية عشان الحاجة تعيش المفروض يعني يبقى الترانس كبير شوية عشان يستحمل السحب. مع الوقت يا جماعة القطع الإلكترونية بتتحرك القيم بتاعتها فبتسحب تيار أكتر، أو مثلا شغلته فترة كبيرة فتسحب تيار أكتر، فالمفروض أعمل له ترانس أكبر شوية عشان يستحمل السحب. طبعا كده خلاص، فانا طبعا طبيعي اما باجي اغير الترانس يا جماعه بجيبه اكبر شويه. طبعا اهو كده، طبعا احنا اهم حاجه عشان التركيب، طبعا هو مش هيركب بس احنا هنحاول نلاقي له مكان برضو اهو كده اهو يا جماعه اهو. طبعا ده كبير شويه فهنحاول نشيل الحتت الزيادات اللي تحت دي، مثلا هنزيل مثلا حتة البلاستيكات الزيادة اللي ملهاش لازمة دي
اللي كانت راكبه على القديم اهو كده يا جماعه. دي في زيادات، بتبقى في زيادات جوه، نحاول نوسع او نعمل مكان للترانس الكبير، لان الترانس اللي انا جايبه زي ما قلت اكبر في الواط، اكبر في الحجم يعني، بس هو نفس خارج الايه الثلاثة فولت. طبعا ما نقدرش نزود 3 فولت عشان ما ياثرش على الدوائر او يبوظها، بس احنا نستحمل في الامبير بتاع، ممكن نزود في الامبير بتاع الترانس يعني، نخليه يستحمل السحب، فنزود له الامبير بتاعه زي ما شايفين كده يا جماعه. اهو حطينا الترانس، اهو حطينا الترانس كده، وهنثبت بالمسمار اهو اهو، ونثبت بالمسمار زي ما احنا شايفين كده اهو اهو يا جماعه اهو. هنشوف كده ايه كده، هو ثابت جامد اهو. هنشوف بقى هيركب ولا هيضايقنا في حاجه. بسم الله لا لا الحمد لله اهو. ركب اهو الحمد لله ركب، ودلوقتي نجرب ونشوف ايه اللي هيحصل، شغال ولا مش شغال ولا. بسم الله اهو يا جماعه، هنوصل له كهربا اهو، وادي الفيشه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله يا جماعة الحمد لله اشتغل. تمام تمام كده يا جماعه اشتغل، هنقفله طبعا ونديه لصاحبه. طبعا ده كان عطل ترانس، ترانس سهل، نختصر العمليه. او ترانس هو يا جماعه خارجه 3-0-3، طبعا لازم الالتزام بالاطراف، لان انا لو جبت ممكن البيع يقول لي اخو 0-3، ما انت هتيجي تقول انا عايز 3 عايز ترانس 3 فولت، لا ما ينفعش، لازم اجيب الاطراف دي يا جماعه 3-0-3. لو هو، لان ده معمول على نص موجه، معمول على نص موجه يعني باتنين موحدات طالعين من هنا من الزرق دولك، وفي نهايتهم طالعين الطرف الموجب وده الطرف السالب. اما اذا كنت انا بقى هجيب اللي هو 3-0، ما ينفعش في الجهاز ده، لان الجهاز ده لو هعمله 3-0-3 عايز دايره توحيد موجه كامله او انطره توحيد. فلازم نلاحظ ديك، خارج الترانس 3 طرف نجيبه 3 طرف ونجيبه بنفس المواصفات. طبعا لو الامبير لو هو صغير زي ما احنا شايفين نجيبه اكبر شويه احسن عشان يستحمل السحب، ما تجيبوش اصغر ولا ايه او اديه كمان، لا انا عايزه اكبر شويه. ارجو ان يكون ما نسيتش حاجه، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.